حياكم إخواني المتابعين، كما تشاهدون هذه الغابة من الأشجار الكبيرة والعملاقة في أحد الحدائق في سلطنة عمان بولاية شناص. كما تشاهدون كم هو المنظر جميل، والأشجار كأنك في 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 أدغال أفريقيا أو غابات الأمازون. ما شاء الله الأشجار الكثيفة تعطيك نوع من الراحة والاسترخاء، والشيء انبعاث الراحة إلى القلب. ما شاء الله، انظروا إلى هذه الأشجار وإلى هذه سبحان الله ما شاء الله.